لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا ومرحبا بك دكتور حامد. أهلا، مساء الخير. مساء الأنوار دكتور. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن العراقيين غاضبون نتيجة الفساد والبطالة والتأثير الإيراني المتصاعد على العراق. كيف ترى نظرة العالم لثورة تشرين ومدى إمكانية تغييرها للواقع في العراق؟ بالبداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. كلمات غاضبون أو رافضون أو مستاؤون لم تعد كافية. الشعب العراقي أصبح ثائر. الكلمة التي تتناسب مع حالة الشعب العراقي هي الثور، ليس فقط الرقب والغضب والاستياء، وإنما هذه الحالة التي استثارت غضب الجماهير ودخلت مرحلة الثورة الوطنية الاجتماعية الحقيقية. هذه هي الحقيقة، التوصيف الحقيقي لما يمر به العراق الآن، الرفض كامل المزري اللي يعيشه الشعب العراقي بكل شرائحه الاجتماعية وطبقاته، باستثناء الطغمة الفاسدة التي أتت بعد 2003، وقوة ولاية الفقيه في جارة إيران اللي إذا تفرض هيمنتها شبه المطلقة على مقدرات بلدنا وعلى مصيره. لذلك الشعب العراقي زاد ثورة بعد ما عرف أنه المسألة لم تعد مطالب جماهيرية أو مطالب حقوق مشروعة. صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقول أن صفحة جديدة في تاريخ العراق بدأت كتابتها. هذه الصفحة بدأت بدماء الشباب الثائر أو كتبت بدماء الشباب الثائر مع تصاعد الحراك الشعبي وتنوع فعالياته. إلى أي مدى ترون أن الثورة ستحقق أهدافها؟ بالتأكيد الثورة حققت جزء كبير من أهدافها. هناك أهداف نقدر نصنفها أهداف آنية، اللي هي بداية الثورة وتنظيمها الحقيقي الآن وتهيئة برنامجها بعد ما ابتدأت الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات. الآن لما تحولت إلى ثورة، الشباب الآن أصغر شاب في ساحات الوطن المفتوحة الآن ضد الطغمة الفاسدة المهيمنة على مقاليد التسلط في العراق، الآن يعرفون أنه الأهداف الآنية هي نجاح الثورة، التحشيد. الآن أكو تحدي كبير، بالمناسبة قبل ساعات وصلت بعض الإشارات القوية من أنه السلطة الآن تتحشد إلى اليومين القادمين من أجل قمع الانتفاضة أو الثورة، ثورة الشعب العراقي، لكنه هيهات. هذه الأهداف الآنية تحققت إن شاء الله بكل الدماء وأرواح الشهداء والتضحيات والجرحى. الأهداف المرحلية أيضا هناك برنامج خاص بعد إسقاط هذه الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية وحل البرلمان، ستبدأ الأهداف المرحلية، ومن ثم هناك أهداف بعيدة المدى إن شاء الله أيضا نضعها في برنامج خاص دكتور لإعادة عمار العراق. بالكلام عن تحشيدات الحكومة للقضاء على الثورة، هذا ما أكده أيضا النائب فائق الشيخ علي عندما قال إن الأحزاب قررت القضاء على الانتفاضة بأي ثمن. يعني هذا التصريح إلى أي مدى يفسر استخدام الحكومة لآلة القتل الأمنية؟ هو من البداية عزيزي استخدمت الطغمة هذه ومن وراها الميليشيات وعملاء إيران، وحتى أيضا هناك شكوك في دخول الطرف الثالث اللي هو يعرف عادل عبد المهدي، يعرف حق المعرفة. وأنا أتحدى الآن عادل عبد المهدي شخصيا أنه أن يكشف من هو الطرف الثالث. فأن عرف ولم يكشف فهذه مصيبة، وأن عرف وسكت فهالمصيبة أكبر أعظم أمام الشعب العراقي وأمام التاريخ. لذلك أنا أقول لك السلطة استخدمت كل الوسائل والأساليب القمعية ولم تدخر جهدا ووحشية وبشاعة في قتل شبابنا الأعزل اللي لا يحمل سلاح، يحمل فقط العلم والماء ويحمل الراية، راية النصر. وهذه الوحشية الحقيقة ما فتت من عزمهم، بالعكس زادتهم إصرار وعزيمة وتحدي
بالرغم من انه نسوا الان حقوقهم المشروعه بالتعيين يعني عرض فرص العمل وغيرها، عرضت عشرات الالاف الان لم يعد يأبه بها هذا الشاب الطموح اللي يريد يسترد الوطن، فاصبح قضيه الوطن هي الهدف الاساس للثوره، استعاده وطننا من مخالب قوة يعني مثل ما نسميها احنا متخلفة عنصرية، وتريد ايضا الان تستعيد امجاد امبراطورية زائفة وبائدة هي الامبراطورية الايرانية او الفارسية. طيب مع الاسف انه هذه الطغمة العميلة اوغلت كثيرا في دماء العراقيين، ولذلك عملية سفك الدماء وزهق ارواح الشباب لم تعد تمنعهم من الاستمرار في طريق النصر إن شاء الله. نعود إلى صحيفة لوفيغار الفرنسية التي قالت أن العراق يشهد صحوة للشعور الوطني مقابل تراجع حدة الاستقطاب الديني، هل تتفقون مع هذا الرأي أم لا؟ بالتأكيد الثورة هذه الحقيقة أعادت لحمة المواطنين الشعب العراقي، أعادت راية الوطن عالياً. الوطن كان منسي في خضم الصراعات الطائفية اللي أتوا بها في 2003 والتقسيمات المحاصصة المقيتة طائفية وحزبية ومناطقية وعرقية وبوصاية إقليمية ودولية. هذا المشروع فشل الآن، فشل المشروع الأمريكي الإيراني، والآن الوطن استعاد فعلا نفسه الحقيقي، هو نفس العراق الثائر، العراق التاريخ، العراق الأمجاد، العراق المستقبل لشعبه لأجيال القادمة إن شاء الله. كيف تنام هذا الشعور في ظل استماتة أنظمة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 على تزكية روح الطائفية وتعزيزها في كل مناحي الحياة بالعراق؟ اللي كان انا 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 بالجامعه بجامعه بغداد واعرف حق المعرفه، الشباب كان يغلي من داخله، الخريجون يتخرجون، خرجنا اجيال ثلاث او اربع دورات او اكثر لحد الان، مهندسين اذكياء واكفاء لكنه عاطلين عن العمل، يعني الجامعات العراقيه تخرج جيوش من العاطلين، ناهيك عن أنه غير المؤهلين للوظائف العليا أيضا عاطلين عن العمل، من حملة الشهادات الإعدادية والمتوسطة ومن أيضا من لم يحصل على فرصة دراسة، هذول أيضا عاطلين. وأشرت في تقريركم قبل شوية نسبة البطالة في العراق تقريبا 40%، وهذا هو غضب الشعب، هذا واحد من أسباب غضب الشعب، زائد تدمير الروح الوطنية، لكنه ما قدروا، هي محاولة فاشلة كانت الحقيقة، لأنه الشعب العراقي معروف شعب أصيل، هذه تربية عوائل وتربية مدارس وتربية منهج تعلموا عليه، ولذلك سرعان ما استعادوا الشباب، استعادوا الروح الوطنية، وشوفهم الآن عراة فاتحين صدورهم إلى أسلحة القمع، أسلحة القتل، الأساليب الوحشية، دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار قيمة الموت والحياة، لأنه طيب. سيان أصبح أدى أنه الوطن هو الأهم، واسأل الشباب، اسأل ما دون العشرين وما فوق العشرين الآن اللي تعلموا من منذ التسعينات والألفينية، ذولا شباب الألفينيات، شوفهم الآن شلون يتمتعون بروح وطنية لا تقل طيب. عن الروح الوطنية اللي تربينا احنا كأجيال كأساتذة طيب. وككفاءات عراقية بالداخل وبالخارج. بالمقابل الحكومة في المنطقة الخضراء قالت انها اتخذت بعض التدابير والإجراءات التي تقول انها كاستجابة منها لمطالب المتظاهرين، المتظاهرين في ساحة الاعتصام رفضوا هذه الاستجابات او هذه التحركات، كيف تراها من قبل الحكومة والى اي مدى يمكن ان تلتف الحكومة على مطالب ثوار تشرين؟ عزيزي كل اللي الاجراءات يسموها اجراءات او يسموها اصلاحات، هاي الاصلاحات الترقيعيه لا تعدو سوى ذر الرماد في العيون كما يقال، سوى عمليه تخدير وامتصاص الحاله اللي وصل الها المجتمع العراقي من مثل ما سمينا غضب وثوره، كلها زائفه وكلها اصلا تتجاوز على القوانين والموازنة، يعني موازنة أو خزينة موازنة الدولة لا تسمح
على الإطلاق، ولا الخطة اللي موجودة من قبل وزارة التخطيط ووزارة المالية تسمح بهذه الدرجات اللي تجاوزت عشرات الآلاف من الدرجات، وهي ما تعدو أيضا كونها وعود زائفة، بدليل أنه في كربلاء المثال كلش واضح، صوروا الشباب راحوا لقوا اللي قدموه قبل يومين أو ثلاثة أيام من ملفات فايلات للتعيين، لقوها بعد يومين أو ثلاثة أيام مثل ما يقولون بالأنقاض بحاويات الزبالة، مشاكل الفايلات لقوها بأسماء اللي يعرفوهم يعني، وهم أسماءهم أيضا. نعم. فرميت لأنه هذه هي ما بيها جدوى الحقيقة، مجرد نعم. أنه مثل ما قلت امتصاص نقمة الشباب لا أكثر ولا أقل. الباحث والكاتب السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا عبر السكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك.